أما من كربلاء حق الرد لشخص اتهم بالاغتصاب. انتوا تعرفوا عندكم عداوية، قالوا لا احنا هذا الحشي مو موضوعنا، احنا نريد 100 مليون لو ما نتناسل عن الدعوة. إلى لوكيشن آخر وتحديدا كربلاء. في حلقة سابقة من حلقات لوكيشن تطرقنا إلى موضوع سيدة تحدثت إلى مراسلنا أنه تم اغتصابها من قبل شاب استعانت به من غرض لغرض التعيين. طبعا هي وصلت عن طريق بنية وصلتها إلى هذا الشخص وتحدثت أنه دخلني إلى البيت واغتصبني وأخذ قطعة ذهبية من عندي بالإضافة إلى مبلغ من المال. لذلك احنا ننوه دائما أنه حق الرد مكفول، وبالفعل من نوهنا أنه حق الرد مكفول. تم الوصول إلى هذا الشاب المتهم باغتصابها وسرقة قطعة ذهبية كانت تلبسها حتى نستوضح من الموضوع ويكون له حق الرد في هذا البرنامج. يعني لا نعتمد احنا على طرف واحد بالقصة، لكن دائما إذا أتيح أن نصل إلى من لديه أو الجانب الآخر أو من لديه حق رد نحن نسعى أن نصل إليه. طبعا هذا الشخص قال أنه هو ما يعرف المرأة ولم يلتقي بها أصلا، والموضوع كله عبارة عن ابتزاز لأبناء العوائل المتمكنة مثل ما هو تحدث، طالبته بمبلغ 100 مليون دينار عراقي حتى يتنازل عن الدعوة اللي مقامة ضدها. طبعا التفاصيل أكثر مع مراسلنا وليد الصالح اللي أيضا كان بالبداية يتحدث إلى هاي السيدة، اليوم وصل إلى هذا الشخص المتهم. خلونا نشوف. نعم، بعد ما عرضنا لكم قضية إحدى النساء التي اتهمت أحد الشباب في محافظة كربلاء باغتصابها في أحد المنازل أو في منزلة، بعد بحثنا الطويل وصلنا للشاب المتهم وراح ناخذ ردة على هذا الاتهام. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك أستاذ وليد؟ أشكرك أستاذ وليد وأشكر برنامج لوكيشن اللي صار الحقائق في كربلاء. أستاذ وليد، قبل بشهر 11/2021 تفاجأت حقيقة بصدور أمر قبض وتحري بحقي وتم اعتقالي من قبل القوات الأمنية تحديدا الجرائم. تعرضت إذا حالات تعذيب. دعوتي شنو؟ دعوتي أنه بنية مشتكي عليها كنت قائم باغتصابها وسرقتها وسرقت مجوهرات ذهبية من عندها. أنا البنية أستاذ لا أعرفها ولا شايفها ولا ملتقي بها بحياتي، حتى صوتها ما أعرفها، عرفت أستاذ عن طريق الإعلام، وإذا ثبت يعني أنا أعرفها بقد 1%، أنا مستعد للمساعدات القانونية نهائيا، ما يربطني بها أي شيء. استاذ ورا ما طلعت من السجن استاذ، ايش تهمتك اذا ما تعرفها؟ استاذ دائما اللي يسوي هيك عمل ويسوي هيك جريمه دائما يختار الشخص المتمكن ماديا. يعني احنا استاذ الله نعم علينا الحمد لله والشكر متمكنين ماديا، هي ما تروح تشتكي على واحد قاعد بالعشوائيات مثل ما هم قاعدين بالعشوائيات، ما تقدر تشتكي على واحد قاعد يعني ضمن مستواها. تدور دائما اللي يكون الطبقه اللي الله نعم عليها والطبقه ماديا امورها زينه دائما تكون مستهدفه من قبل ضعفاء النفوس. استاذ وهم ابتزونا ورا ما طلعنا من السجن، زين طلبوا من والدي طلبوا من مختار المنطقه، قال له روح شوفهم ليش مشتكين على ابني شنو ادى عداوه وياهم، ما قال له روح نفصلوا هاي، قال له افتهم شو الموضوع. مختار المنطقه قال له لا امشي وياي انت ولا تقول انا والده. فوالدي راح لهم وشهود اثنين عندنا اخويا وبعد شخص قرايبنا ومختار المنطقه، وذهبنا لهم للبيت بعد ما اندلينا بيتهم قاعدين بالتجاوز. فقال لهم يا باني بن عم والده واحنا بالشغل الغلط ما نرضى، بس انتوا تعرفوا عندكم عداوة؟ قالوا لا احنا هذا الحكي مو موضوعنا، احنا نريد 100 مليون لو ما نتناسل عن الدعوه. عدلوا بدلوا قالوا له لو البيت لو 100 مليون وعندك شيء يعني قوله. قال له انا القضاء والقانون برأك من التهمه لو انا طلعت حاليا بكفاله وبعد هي الدعوه على التحقيق هاي وحده. استاذ انا لا تقرير طبي لا الخط اصلا اللي مراسلها مو باسمي، باسم غير شخص، والشخص من خارج المحافظه وصادر بحقه امر قبض وتحرك. طالبتهم تقرير طبي؟ طالبتهم يقولون ماكو تقرير طبي وهي لا القضاء ما اعرف بعد والله استاذ، بس هو لا اذا انا صدق مختصب كان انا ما طلعت استاذ،
ما يربطني بها اي شيء ولا اعرفها. فالشخص اللي عليه امر قبض تحري من بغداد ما تم القبض عليه وحتى يثبت. يعني استاذ احنا شنو انا شنو ذنبي؟ يعني انا يعني ياهل يجي يقول هذا البيت، هي اجت قالت لهم هذا البيت، حتى اسمي ما تعرفه ولا اعرفها. راحوا طبعا مو صعبه يعني اذا توصل لاسمي واذا هاي واذا على مود شغله ابتزاز. زين احنا من صدر عليهم امر قبض على دعوه الابتزاز اجوا اعترفوا، قال احنا طلبنا البيت مال الولد حتى نبيعه ونوزعه للفقراء وهم فلوس محاصيل. اشتكيتوا انتم وتوقفوا؟ احنا اشتكينا وتوقفوا وجوا اعترفوا بالابتزاز، قالوا احنا يابا طلبنا البيت وطلب لو 100 مليون ردنا نوزعهن للفقراء وهم قاعدين بالتجاوز، فلوس المحامي ما عندهم، المحامي مالتهم يقول يابا انا بالنسبه لي ما عندهم يعطوني ربع دينار. زين انت من تاخذ 100 مليون او بيت تروح توزعهن للفقراء؟ انت اكو هيك منطق السات؟ زين ورا ما اشتكينا اجوا وظلوا يقولون لنا لو تتنازلون عن الدعوه لو 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 تعطونا فلوس. عمي شنو نتنازل احنا عن الدعوه؟ انتم بتزيتونا واحنا بيننا وبينكم القانون. فاجونا المكتب والدي اذا اني صدق مختصر. يعني انت هسه تدعو للقانون، تريد القانون ياخذ مجرى. نعم استاذ اني اذا صدق بس من رخصتك، اذا صدق اني مختصب يصير زوجها يجينا للمكتب. استاذ تعرف احنا بمجتمع عشائري، يعني اني مختصب مرتك تجيني للمكتب وتقول لي منا وخنسدها بيناتنا، وهاي صورهم انا حتى رابطها بالدعوه، اذا تحب هسه اعرض لك اياها. هو ويا شخص اجونا المكتب وقالوا منا خنسدها، قلنا لهم نسدها واحنا بالنسبه لنا راح نشتكي عليكم على الابتزاز. ورا ما اشتكينا على الابتزاز ظلوا يهددونا لو تتنازلون لو لو احنا دعوتنا المشي. قلت لهم عمي دعوتكم مشوها، احنا دعوتكم ماشي ودعوتنا ماشي. انا ما انا مو مذنب على مود اخاف. وراها ورا فتره من اي سو من عندنا من تنازل عن دعوه الابتزاز ظهروا للاعلام كوسيله ضغط وتشهير وتشويه. بسمحتي انا لا محكوم اعدام ولا طاف سجن ولا عندي اي شيء من هذا اللي قالته، بس هاي مجرد تشويه بسمعت. وهددوني اكثر من مره، قالوا يعني يدزونا جماعه يقولون لنا يابا انتم اذا لبالكم منا وتخلصون ما تدري الدعوه الثانيه من مين راح تجيك. هاي وحده استاذ. الشغله الثانيه استاذ ورا ما يعني انا اكو موضوع مهم ما نبهت عليه، طلعوا مسافه 700 800 متر عن مكان عملنا، يعني مراقبينه ويعرفونه ويعرفونه كل الزين.